زي جديد هذا ما يدل على شيء لأنه ماشي سهل باش يتغير في واحد الجزيز، ولكن هذا الرغبة ديال المسؤول ديال النادي والطاقم اللي معاه، وكذلك المساعدة ديال الرئيس اللي هو المنظمة المحلية السيد العامل اللي حطانا حطناه في الاجتماع في إطار الاحتضان ديال الكأس المسيرة، وحط فيها رجل يعني دولة، رجل اللي كيحب الرياضة وفي عندنا أشياء كثيرة وقف عليها في التحضير ديال كأس المسيرة، وفي عندنا كنجا وكان حضرتها السيد في الجامعة، وكان طلب لطلب السيد العامل رئيس الجامعة أنه بغي يدير شي يعني كما قال السيد رئيس النادي شي مباراة دولية هنا، وكان طلب مني في عندنا رئيس الجامعة قال له ودي السيد العامل طلب مني خصنا نديرو شي حاجة، كنا بحق نرجعو هاد السنة هذا، ولكن مع التغيير ديال التحضير ديال النادي نتمنى ان شاء الله باش نوجدوه للسنه المقبله ان شاء الله غادي نديروا واحد الدوري في هذاك الفضاء اللي هو جميل اللي حنا بالمناسبه غنديروا عالمي باش يعني كما الكلمه اللي ربط السيد العامل مع السيد رئيس الجامعه، وهذا يعني الطلب اللي ان شاء الله نديروا. فانا في حق جد سعيد كما قلت بهذا الفضاء اللي هو جميل، ونشكر السيد العامل والسلطات المحليه والمنظمه المحليه جميعا اللي ساعدونا من بعد قريب باش يولي هذا الفضاء جميل جدا، واللي كيزيد يعزز الانديه اللي حنا كنفتخروا تكون ان شاء الله الانديه في العصبه ديالنا الفضاء، لان الفضاء اللي كان جميل غيستقبل لنا الممارسين، يستقبل لنا الناس كيجيبوا ولادهم، فضاء